عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتونا. النهارده يا بنتي هنعمل ايه؟ هنعمل مكرونة بطماطم. طماطم. لا انت بتتكي على الطماطم. اه والله. بصي يا شباب كده المية غلت. شاطرة يا جدعان، عسل يا جدعان. بصوا حتى يا بارد هتعملي زي ملعقة انتحار. بصوا يا جدعان والله ست بيت، والله ست بيت شاطرة. امبارح ده اكل معانا، النهارده ما فيهاش غير حاجة بسيطة. شاطرة يا بنتي يا هدي. مش عارفة اديك عايز اديك جنيه بس اقول كتير. حلوة. اقول كتير. اقول لك ايه، تاخدي نص جنيه. يلا نص جنيه يا ولية. حلوة لك بردك. ايه يا ولية دي؟ هنلعب مع بعض في الشارع؟ بصي يا جدعان، ام حاطه مكرونة وتضرب الطماطم. بص يا جماعه، اقسم بالله هدير وشاهد مسخره اللي فيها. انتوا تشوفوا الحاجات الكواليس اللي ورا الكاميرا هتموتوا على نفسكم الضحك. الاثنين بيعملوا حاجات هيجننوني. ايه الغزاله ري؟ هيجنني هيجنني. ايه هي مالها دي؟ خدت منها انا بقى. هي مالها دي يا ام؟ ايه الغزاله ري؟ ما الناس الدنيا ضيقه. وسع مين اللي جاي؟ استنى دوره جاي. اهلام بالعيس ابوها انا عايزه حي. شوفوا ست بيت شاطره حيات. شوفوا يا جدعان، امبارح ده اكل معينه ومخلصاه ومظبطاه، النهارده ما فيهمش غير طبقين اتنين بس. عشان ما بقى اسمعك بقول واحد اتنين تلاته.
واحد اثنين ثلاثة. بتزعلي؟ شد بقى كده. لسه قريتني يا سيدي. حرقتي يا سيدي. مش كمان عشان ما تطلعش معايا. فيها سنين. يا ماما. واحد اثنين ثلاثة. يا سادة يا كرام. أنا كتبت أهم حاجة تسمى أول الزبدة اللي أنت حاطة فيها في المكرونة إيه وغير لا توم ولا بصل لا تكة وفرفان. نزل شوية الزيت اللي في الحلة بحيث إن هما ولعوا عشان يبقى لها طعم. وانت جاي بره يا بابا طالعين والله عامل كده. طب استنى اصبر. بص هادي انا بصور سيلفي. بص بقى الحركه دي. لا 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 الحركه دي بتاعت الطمانه دي بالذات بتاعت المكرونه لازم تولعوا تولعوا شط الزيت اللي في قلب الحله. بصوا بصوا بقى الحركه دي. كده انت بتعملها يا من غير بصل ومن غير ثوم من غير بصل من غير ثوم من غير اي حاجه بزيت فقط مقدوح كامل وتطش الطماطم وتحط لها 200 دقيق وكمون وشطه وفلفل وتحط تحط مكرونه على كده. يا ايه اسمها ايه البوس كده من بيه. بصوا هادي رهي. بصوا السسامين اديهم بوس. مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة اقولك. ايه ده؟ يا امي ليه وانا كمان عايزة اقطع. يا لهوي جامدة 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 جامدة. تعالى شطر يا شباب. الحمد لله جامدة الشطة دي جامدة. وشوية كمون خشنين اهو. يا مال الدجاج وحطيت كمون وحطيت مش عارفه اكمل وحضرتك شاطر. اهو انت ايه جامده 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 خلطه كده جامده. احنا كده نظبطها فيه. انا بقول انا بقول ايه. دوقيني بقى دوقيني شويه تاخديها. مش هنحط المكرونه. لا انا عايزه ادوق تاخديها. نعم احط المكرونه.
بس سوق عامله سخن صح؟ هدير عايزه يا جماعه اسماء بتدوق التخديع صباح بس يا سلسبيل دو يا سلسبيل دو الدور عامل ايه؟ جميلة لسه بحبك يا تاج شكرا يا سلمى شكرا يا سلبيب جت مع لسه جت من حاجة اللي غلان ولا لسه؟ لسه عايزين ناكل يا جدعان ايه ده ايه ده ايه ده ماندو ايه ده شلدن ماي هارتي ايه ده ماندو ايه ده شلدن ماي هارتي انتي شواجري تربتتي بكرهها تو بركينا شان جربو جربو يا ولد تربتتي تربتتي بص اللقطه دي بص هدير ايوه بص اللقطه دي بص يا شباب مكرونه ايه كده على قد يا جميع يلا ناكل بقى طبعا يا هدير جاي طبعا يا بقول خليك تصور دي اخر حاجه انا الاساس هنا وين اهم حاجه ما تنسيش بس ماشي انا الاساس هنا يا بس انت الاساس هي لسه بتغلي بس انا طالبه اغرفها كده واوريك كده واوريك كده الله الله يا امي تسلم ايدك يا امي حاجه كده فانتاستيك بس انا ممكن اسيبها تغلي شويه بس انا كده هسيبها تغلي شويه مش هعرف اعملها دلوقتي بنت الجيران شغلال انا عينيا قرانا وهي بتغلي يا شاهد كده الطماطم بتغلي بصوا هي لسه في الطماطم بتغلي فيه فانا هسيبها شويه واطفى عنها بص اللقطه دي بص الحقنه دي زي ما اتفقنا ما بضيعش وقت وقتي جد جد كلنا منا عقل كملي بقى انت واسا 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 مين اللي جاي انا الغلطة جميلة ادي كده انا جبت ماشي في الدين اصبر ايوه ملقا بتشمس طعمها بوريهم بقول لهم ملقا بتشمس طعمها حاول ملك تعالى تيلي واحد صار يديه منك وطم معطم جميل والله طم معطم قوي يوه هتاني محدش يجيب منه تاني عطل تاني بصوا انا هغرف وهناكل على الوضع اللي احنا فيه بص هدير ايه يا هدي بصي يا بصي عادي انت روح ده كده بتصور نفسها عادي ايه يعني اغرف بصوا بقى اهو اهو لا هانت هنا شيء كل ما تجرف معلقتين يا هدي لا ما تحطهاش عشان هتسيح معلقتين عشان نغشه جعانه يا ناس والله وانا المعلقه تحت راحت فين كله
طيب من باب العلم يا جدعان انا والله العظيم قايمه بقالي 3 ساعات وما فطرتش لحد دلوقتي تمام من باب العلم والله انا عصبي كل ايه يا دي يعني الساعه كم معاكي يا هدير 6 يعني الساعه 6 انا صاحيه من الساعه قول 4 4 ونص لحد دلوقتي لسه ما فطرتش ينفع وشوفوا بيغزوني ولا جعانة يا عمي اخص عليكي بصوا سخنة صح؟ سخنة يا قلبي ماما هاتي لي واحد ملا هاتي لي واحد ايه يا ست يلا قرف ده قرف يلا كل هو عشان بالطماطم قرف هنعمل ايه انتوا بتاكلوا يا امي يعني اقفل الوجهكم انا جعانه انا بني ادم والله انا بني ادم طيب انتوا كلوا كده وانا اكل من الحلة يلا يا خرابي ده بتاكل من المغرفه يا جدعان بصوا انا مالي تاكلوا معانا مكرونه شطشطه اللي كان مش حباها حتى معلقه مخيفه انت ما اعرفش تاكلها يا ماما مش حاسه بطعمها حلو عايزه طعم الطماطم عادي يعني اما لكن انا الست مش حاسه بطعمها ما تدي طعم قمح ولا قمع بالطماطم يا بنتي اسينيه لو تبرد بتحرق احنا دلوقتي سخنه مش باينه ما لقيتش زي كده يا ماما هو هو